الحالة كتشوفوا فيها مرمي مهمل بدون أي مساعدة اجتماعية ولا اقتصادية. الصورة غنية عن التعبير إن دارت الصورة. مهندس دولة سابقة، عدة مناصب عليا ومدير عدة شركات. عندك شي وليدات؟ ما عنديش ولاد، عندي خوت. ماشينوليزاسيون وسيناريوهات مزعومة وممنهجة ونفس سيناريوهات الدار البيضاء، فاس الدار البيضاء. مشيت خرج من المغرب، جيت حاصل على رد الاعتبار، رجوع على حضرة الوطن، مات الحسن الثاني من تما وانتنا كل عصا، من 91 تنا كل عصا. شنو الخصوصية اللي فيك باش تهدفوك انت؟ اللي تغطية الجرائم، السرقة، سرقة الممتلك، عادي الله وابراهيم. شنو المرض اللي كان عندك باش تحيدوا لك رجلي؟ حتى من بعدها رجع ديابيتي، كما السم. سممتي؟ احكي لينا كيفاش القصه ديال التصوير. واش انا عارف كيفاش تسمى انت؟ بقيت حتى تقطعوا لي جزء نفس السيناريو اللي تنعرف انا، هو نفس السيناريو اللي وقع لي كازا وبريت شويه بنفس البرودوي اللي عطاوني فاس منذ 1991. قال لهم راسهم حساد، حزوني، غاروا مني، تفنوا في التعذيب ديالي، ما خلاو ما داروا فيا يوميا نفس السيناريوهات، حتى كبروا ولادهم وداروا ولادهم عاطيين نفس السيناريوهات ولي تغطية الجرائم. غطاو تبتي غطاو الجرائم ديالهم انهم سرقونا كاملين. ترميت كنت هكا منين هرسوا لي هكا دخلت للطوموبيل. ما داوك لا لدار العجزة لا؟ 8 شهور دار العجزة. قالوا لي خرج. الافلام اللي تتفرجوا فيهم ليسوا الا حبه زرع او نقطه من الماء في بحر من المعاناه اللي من اختطافات القيصريه ومن البراغات الكذبه ومن التعذيب ومن الايقاف من العمل دون سبب. حتى عقد النكاح زوروه الأباليسة وبالادله والبراهين وعدة حكايات الوكيل الملك دون جدوى. الله يجيب الحق، الله ياخذ الحق. خريج اكاديميه اطول العليا، استاذ جامعي مكافحه المخدرات. الوالد ديالك كان بصحيحته كان كيشوف؟ لا كان بصير مسكين، هو من معطوب الحرب العالميه الثانيه، حاصل على 36 ميداليه، اوفيسي دي ليجون دونور. شنو كان خدمته؟ الوالد؟ من الفلاحين الكبار. ومن اللي داوهم خطفوه في وخطفوهم في خبراتهم فرنسا باش يمشيو يتحاربوا، ومن بعد دار رئيس جماعه قرويه وضابط في العسكر وفي زي ليجون دونور. بعد ملاك تاجر صاحب اراضي فلاحيه كبرى. ما تلعبوش مع الملك، نخليو الملك بعيد. مساله موت او حياه، سكن بدون سكن لا يتكلم معي احدا.